أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية الحكم يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات ولتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن عدد السيدات العضوات في مجلس النواب بلغ 164 عضوة، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ وتولت أيضا منصب القضاء فضلا عن المناصب الوزارية والقوات المسلحة. كلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والواجبات هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية، فمسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل ليست مطلبا فئويا بل هدفا تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية على نحو مثمر ومنتج. فمنذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية.